السلام عليكم، معكم حنان فهد العبيد. صادر لي أول كتاب لي مع دار بصمة يحمل اسم شتات. كتاب رواية، هو دراما. استخدمت فيها الكلمات السهلة عشان الكل يقدر يقراها وما يستصعبها. هي تتكلم عن طالب خلص ثانوية العامة وقرر الابتعاث خارج الكويت. هو يجهز أغراضه عشان يسافر. هو من المدخنين اللي بشراها، بسبب شرارة من سجائرة يخلي ينساها يم المنشفة مالته، ويروح المطار ويوصل له خبر أن بيته احترق، وبسبب الحريجة هذه توفى أمه وأخوه. تبقى لأخته المراهقة، شلون يتصرف وياها وشلون يعيش وياها وشلون يتعايش وياها، والشخص اللي بدش حياته هل راح يطلع من الدوامة اللي هو دشها ولا لا. إن شاء الله لما يقرون الكتاب يعرفون.